أو كل لحظة وحضرتك طيب زي ما دايما بتقول. قبل ما أسألك عن الإسراء والمعراج صحيح، أنا بس عايز أسأل بخصوص ال 48 ساعة اللي فاتوا، وقبل ما حضرتك تنورنا على طول كان معانا المحامي وست عبير أم البنت اللي تعرضت لموقف صعب جدا اللي الناس كلها شافته والرأي العام كله شافه بخصوص محاولة الاعتداء عليها. وبعدين في وسط الكلام على مدى ال 48 ساعة اللي فاتوا بقى الناس سابت القضية وبقى في حاجة أهم بيتكلموا فيها على الإنترنت، وده اللي أنا عايز أخد رأي حضرتك فيه، وهو يقول لك إيه؟ ما تتكلموش عن الراجل، ما تنشروش الفيديو اللي عرف الجريمة، أصل ربنا أمر بالستر. هو إمتى ربنا بيأمر بالستر وإمتى بيكشف الستر ده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم، عندي نقطتين في قمة الخطورة. الأولانية إن التحرش على مدى التاريخ، أي ذكر وأنثى لو لم يتحرش الذكر بالأنثى لاخترع الناس قصصا في تحرشهما، ولا أدل على ذلك من أن جميع التفاسير تذكر إسرائيليات مكذوبة عن كل قصة في القرآن الكريم فيها رجل وامرأة، كامرأة العزيز ويوسف، كملكة سبأ وسليمان عليه السلام انه اتجوزها وكان نفسه يشوف رجليها، وكلام ده طبعا افتراء، لكن وارد قوي ان الناس عندها ميول عبر التاريخ لذكر قصص خاصة بين الرجل والمرأة. وعايز اقول ان ربنا يأمر بالستر ده مش لسه هيأمر، يعني هو امر بالستر وامر الناس ان يستر بعضهم بعضا. وعايز أقول لحضرتك هو في قصة كده طريفة بثلاثة أربعة تريليون دولار، إن سيدنا عمر كان جابوله سارق عشان يقتص منه ويقطع إيده، فالسارق قال لعمر بن الخطاب والله إنها أول مرة، فقال عمر سيدنا رضي الله عنه كذبت، فإن الله لا يفضح عبده لأول مرة. يعني ربنا يسترها أول مرة ويسترها تاني مرة، فلما يفضح البني آدم نفسه يفضحه الله ولا يبالي. احنا نشوف الكلام ده ونقول كلمة بس صغيرة ان التحرش حرام وانه مقدمة للفحشة، وعندنا جدول ضرب مريح جدا، مقدمة الفاحشة حرام كما ان الفاحشة حرام. وجدول ضرب في الفقه الإسلامي بيقول الطريق المؤدي الى الحرام حرام، يبقى السكة اللي هتؤدي الى الحرام ولا تقربوا الزنا، يعني ما تبتدوش من مراحله الأولى لأنه حيجرجركوا عملتوا أو ما عملتوش. أما الكلمة يا فندم اللي هي أثارة الميديا والهدية، أنا بقول كما تصورون وتنشرون ما لا يليق دينا وقلبا وإنسانية أنشروا أيضا الإيجابيات اللي تخلي البني آدم وهو قاعد في بيته يبقى بقول الحمد لله ما زالت الدنيا بخير. فيديو زي ده ما يتنشرش علشان ولا غيره يا فندم، لا انا بتكلم ولا غيره، انا بس عارك على الفيديو ده يا فندم. لا الشخص ده راجل ناقص، راجل مريض. انا عندي كلمه واحده اسمها حرام وقلتها لك في هذا اللقاء، الطريق المؤدي الى الحرام حرام. سؤالي بشكل مباشر وبسيط، هو ده ينطبق عليه فكره ان ده ربنا ستر وانا ما اكشفوش؟ عشان انا مش مقتنع بصراحه، حتى لو حضرتك قلت لي لا يا فندم مش كده، مفيش حاجه اسمها كده. هو اللي بيتقال على الانترنت دلوقتي لا 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 لا. ربنا ستر وما نكشفوش، هو ده اللي بيتقال دلوقتي. لا ياخدوها قاعده، خدوها قاعده ربنا لا يفضح عبده لاول مره، ده يستاهل الفضيحه وغير الفضيحه. ده اللي قاله المحامي كخطه كمنهج يقوله المحامي على اللي كان يعني بيتفق مع حضرتك فيه يقوله. لكن انا بقول لحضرتك معايا يا حبيبي، ايوه يا فندم، احنا بنقول توعيه، بنقول درس، بنقول حكم شرعي، هذا لا يليق. لكن أنا بقول لحضرتك إحنا ليل ونهار افتح الأخبار اللي هي ورا بعضيها دي وحتلاقي كده فلانة بتقول أنا اشتهيته، بعديها على طول فلانة بتقول أنا اشتهيت حماية. بتعرض الكلام ده لمين؟ إيه ثمرته؟ أيوة على ده إيه أثره؟ على الفتيات؟ ده على وسائل الإعلام العامة يعني؟ عندنا. امال ايه؟ لا يعني ده في وسائل، يعني ده حضرتك بتشوفه في تلفزيونات عامه ولا بتشوفه على الانترنت؟ لسه ورا بعضها يا فندم، ده لسه ورا بعض يا فندم، على الانترنت يا فندم، على الانترنت. وشوف حتى الموتى اللي